طيب خليني اروح مهندس عامر. بدايه خليني اقول انه السنه دي طرحت بقى الفكره، والاتحاد وجه دعوه للانديه عشان ت ت ت ت ت يعني كل نادي يختار مرشح ويتم عمليه الانتخابات. تكلمنا على الاجراءات، يعني المفترض من الناحيه الزمنيه انه تم الاعلان عن شروط الترشح، مين ترشح ومين لا، هيتم الانتخابات امتى، قبل بقى نتكلم بقى على الاهم وهو دور اللجنه وصلاحياتها والمنتظر منها في الفتره اللي جايه. هو في لائحه اتحاد الكوره اللي كانت 2012 اللي تم الغائها بالاسترشاديه بعد قانون الرياضه، ادت حق للانديه برضه في الماده 62 بقت اسمها رابطه الانديه. تمام. وبقت الاعضاء بتاعتها 5 من الانديه وعضوين رشحهم اتحاد الكوره وانتخاباتها برضه سنويه. فدي ادت الحقوق للانديه اللي قبل كده كانت لجنه انديه في اتحاد الكوره اقلها. دي اتحاد الكوره ملهوش سلطه عليها، السلطه للجمعيه العموميه للرابطه اللي هم 18 نادي للدوري الممتاز. الانديه التي تشارك في النسخه الجديده من الدوري الممتاز هي الجمعيه العموميه، هي الجمعيه العموميه لرابطه الانديه وتجدد سنويا. وتجدد سنويا طبعا عشان الهبوط في فرق بتطلع وفي فرق بتنزل. تمام. اتحاد الكوره يوم 7 سبتمبر الماضي اعلن عن فتح باب الترشح وارسل للانديه تعيين مرشح ليها بحد اقصى يوم 14 اللي هو الثلاث. في انديه طبعا ما بعتتش مرشحين وفي بعته. الاهلي رشح الكابتن عماد متعب. تقييمك بس الموقف الانديه من موضوع الرابطه ده، يعني ان الانديه عايزه ده، قادره انها تعمل ده، ولا حاسس انه يعني الموضوع مش ما لهوش قبول عند معظم الانديه؟ هو ليه قبول، بس الفكره في انديه خايفه من توزيع النسب. اللي هي دلوقتي ما اتعملتش قرره لائحه تنفيذيه لتوزيع النسب. فالانديه خايفه. نسب ايه يا فندم؟ نسب البث والمشاركة، العوائد. النسب اللي كل نادي هيحصل عليها. يعني مثلا في الدوري الممتاز 18 نادي، الرابطه في اللائحه هي عامله لائحه، مقترح لائحه وموجود. ده مفروض يتم عقد جمعيه عموميه 18 نادي للتصويت بالموافقه عليها. تمام. يعني اللائحه موجوده بالفعل، موجوده بتاعت رابطه الانديه من 2017 بس غير معتمده. تمام. هي تم اول ما يتم انتخاب الرابطه او المجلس هيتم التصويت على اللائحه. طيب هكمل بس الناحيه الاجرائيه مع حضرتك. تمام. في انديه رشحت، في انديه ما رشحتش. يوم 15 و16 الاتحاد اعلن اللي هو هيراجع شروط الترشح على الاعضاء اللي ترشحوا. مفروض كان اعلن يوم 16 او 17 اللي هو بالامس مين اللي تم قبوله. حتى الان اتحاد الكوره ما اعلنش مين تم قبوله من المرشحين، الاسماء من المرشحين مين انطبقت عليه الشروط، اللي هي لازم أن يتوفر فيه شرط من الاربعه اللي هقولهم لحضرتك. يكون لاعب كره قدم، لاعب درجه اولى او ثانيه، 10 مباريات على الاقل. واعتزل من سنتين. كان حكم دولي، حكم على الاقل موسم واحد واعتزل من سنه وكل دوري ممتاز. يكون مدرب درب دوري ممتاز على اقل موسم وتم رفع اسمه من كشوف المهن الرياضيه. تمام. من سنه. يكون بقى عضو مجلس اداره سابق في الاتحاد او نادي مرت على عضويته دوره كامله، يعني 4 سنين، يعني قبل 2017 كان عضو مجلس اداره. من حقه يترشح. من حقه يترشح. عدت عليه دوره. لو هو عضو حالي في اي نادي لا يحق له، واللي ما ينطبقش عليه الاربع شروط لا يحق له الترشح. تمام. في طبعا اعضاء مقدمين لا يحق لهم الترشح لو ما انطبقتش عليهم، اللجنه هتراجع الكلام ده. في اعضاء من اسماء اللي ترشحت لا تنطبق عليهم الشروط. قبل 2017 ما في اعضاء ما كانش لاعب كوره وما كانش حكم وما كانش مدرب. وما كانش عضو قبل 2017. طب معلش، يعني لو بكره انا عندي انتخابات مثلا ولم يتقدم، احنا مفترض انه عدد الاعضاء اللي هيتم انتخابهم 5. 5 يا هم ينتخبوا بينهم وبين بعض رئيس ونائب رئيس. اول اجتماع يوم 22 ينتخبوا رئيس ونائب رئيس. بيضم 22. اتحاد الكوره بيضم العضويه اثنين، الخمسه اثنين مرشحين من عنده مستقلين. تمام. يعني ما الانديه ما تتدخلش في اختيارهم. اتحاد الكوره بيقول سين وصاد ممثليني في السبعه، بيتم اجتماع مغلق ما بينهم اللي هو اول اجتماع لمجلس اداره الرابطه او المجلس التنفيذي، وبين بينهم السبعه بيختار رئيس ونائب رئيس. الانتخابات دي مفترض تحصل في خلال يعني الانتخابات بكره 19 والاجتماع 22 بعدها ثلاث ايام. ماذا لو لم يتقدم 5 مرشحين تنطبق عليهم الشروط؟ المفروض الاتحاد يفتح تاني للانديه يبعت لها خلال فتره اسبوع او اكثر حسب ما يترى ليهم، قدموا ناس والشروط كذا من اللي تم رفضهم. يعني لو مثلا 7 مرشحين اتقبل 4، فالاتحاد هيبعت للانديه ترشيح اعضاء تانيين، والاربعه اللي تقدموا هيقدموا تاني ودول متوافق عليهم الشروط. طيب.